سيادنا، السلام عليكم وأصدقائي متابعي قناة كونسات، أهلا وسهلا بكم في هذا الشرح الجديد والمفيد كالعادة إن شاء الله. إذا أصدقائي متابعي قناة كونسات، الشرح اليوم سوف يكون عن تطبيق كليب كلابس المدعسيدو في الوطن العربي، المغرب والجزائر وتونس وكذلك باقي الدول العربية. فهذا التطبيق، هناك من يتفق أن التطبيق نصاب، وكذلك ما أن يقول أن التطبيق فهو حقيقي ومفعل. إذا أصدقائي متابعي قناة كفوسات، في هذا الشرح إن شاء الله سوف نريكم كيفية التسجيل في هذا التطبيق، وكيفية الاشتغال في هذا التطبيق، وكذلك كيفية سحب الدولارات من هذا التطبيق، وكيفية تعميم الاشتغال في التطبيق. وسوف نريكم هل هذا التطبيق احتيالي أم حقيقي إن شاء الله في هذا الشرح المفيد كالعادة إن شاء الله. إذا كنت من الزوار الجدد للقناة، لا تبخل بالاشتراك والضغط على الجرس ليصلك الجديد من الفيديوهات المميزة إن شاء الله. إذا أصدقائي، كي لا أطل عليكم، سوف نمر ونريكم هذا التطبيق، حقيقة هذا التطبيق إن شاء الله، فابقوا معنا. إذا أصدقائي متابعي قناة تكفوسات، فهذا هو التطبيق كليب كلابس المعروف حاليا في بعض الدول العربية للربح من هذا التطبيق. سوف نقوم بالضغط على التطبيق. هذه واجهة التطبيق، فهناك 3 طرق للتسجيل في التطبيق. هناك طريقة تسجيل بجوجل أو بالفيسبوك أو بالرقم الهاتف الخاص بك. إن شاء الله سوف نقوم بالتسجيل بفيسبوك. أنا قمت سابقا بالتسجيل في هذا التطبيق، ننتظر قليلا، سيوجهنا إلى الفيسبوك. سوف نضغط على متابعة، سوف يقوم بالتسجيل تلقائيا الآن. إذا كما تلاحظون أصدقائي، هذا هو التطبيق والفيديوهات الموجودة في التطبيق لربح الصناديق. سوف نقوم لكم كيفية ربح الصناديق هنا في التطبيق، هو مشاهدة الفيديوهات أو فقط التمرير بين الفيديوهات ليكون هذا الشريط شغال حتى يصل إلى كما تلاحظون في الأسفل إلى هذه الصناديق. فقط لنريكم كيفية العمل في هذا التطبيق، وهل هذا التطبيق صادق أم غير صادق سوف نريكم الحقيقة. فأنا قمت بالسحب في هذا التطبيق بشكل جيد، ولكن تكون هناك بعض المشاكل في التطبيق، ربما تكون مشاكل احتيالية من التطبيق. الصندوق الأول، سوف ننتظر حتى يصل إلى الصندوق الثاني، وسوف نريكم كيفية رفع الفيديوهات في هذا التطبيق والربح من هذا التطبيق. ربح سنتينات وتحويلها إلى الدولارات. إذا بقي ثانية واحدة. إذا الصندوق الثاني، سوف نقوم بالضغط على الصناديق هكذا ما تلاحظون، هناك 72، 80، 128. سوف نرى الصندوق الثاني، 155. إذا بعد ما قمت ب عندما أريد قمت برفع هذا الصناديق، سوف نريكم هناك طريقة أخرى للكسب، وهي هذه الطريقة. تقوم ب أنا عندي 2366، سوف تنضاف 3300 كما سنلاحظ.
والمجموع الآن 5666. هناك طريقة 24 ساعة، فسوف تربح ما يقارب 300 ذهبية هنا مع الكرادات بي أو شي، ثم تقوم برفع حتى 3000. بعد مرور 24 ساعة سوف تنضاف إلى رصيدك 300 زائد 3000، وهي 3300. هناك كاش، سوف نريكم السحب الذي قمت به على الباي بال، فهو ناجح 100%. إذا كان هناك أخضر فهو ناجح، إذا كان هناك باللون الأحمر فهو غير ناجح. ولكن النصب أين يكون؟ في التطبيق. سوف أقوم بتحويل أولا 2000 عمولة إلى 0.02. تمت بنجاح كما تلاحظون. سوف أريكم كيفية رفع الفيديوهات، سوف تذهبون إلى ماي بلاند هكذا. فأنا قمت برفع فيديوهات كما نلاحظون، هذا حاصل على 0.25، المجموع 76، هذا 14، هذا 21، هذا 125، 150، 46، 55، 45. ما عليك على الضغط على الفيديو كما نلاحظ، ثم تقوم برفع فيديو الخاص بك هنا، فتكسب ذهبية أخرى في هذا التطبيق. سنريكم أين يكمن الاحتيال في بعض الأحيان، فهو صادق 50%، غير صادق 50% كما تلاحظون هنا. فهناك بطاقات، أنا قمت بملء هذه البطاقات ولكن التطبيق لا يشتغل هنا كما نلاحظ. فهنا 10 دولارات كما نلاحظ، سوف يأتي إلى هنا ثم يتوقف، لا يشتغل هنا. هنا دولار واحد لا يشتغل كذلك كما نلاحظ، يأتي إلى هذا المكان ثم يتوقف. وربحت أيضا 2 بطاقة أمازون، واحدة ب10 دولار، والثانية ربما الأولى ذهبية ب10 دولار، والثانية ب0.5 دولار، لا تشتغل أيضا كما تلاحظون. وربحت أيضا 500 ألف كلاب كوان، ثم 30 ألف كلاب كوان، ولكن لا تشتغل كما تلاحظون. وهنا أيضا ربحت كاش 10 دولار كاش، لكن لا تشتغل. ربما يكون المشكل من الهاتف، ولكن لا أظن ذلك، ربما المشكل من التطبيق نفسه. فقمت بتنزيل تحديث الأخير للتطبيق ولكن لا فائدة. هناك أيضا إذا تريد أن تكسب صناديق، فهناك فوتي، هناك 4 صناديق، سوف تشاهد تربح صناديق عندما يقوم الفيديو بالاشتغال. سوف هذا الشريط سوف يذهب إلى العد التنازلي ثم تربح صناديق. إذا أصدقائي متابعي قناة تيكفونسات، كل هذا ما لدينا في هذا الشرح. شكرا لكم على المتابعة، أتمنى أن أفيدكم في هذا الشرح. شكرا لكم وإلى اللقاء.